السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم جينا للغابة ديال واد المالح، غابة الشلالات واد المالح. الجو ديال الشتا اليوم عاصفي، الشجر كيتحرك بزاف وبحال بغات تكون الشتا. اليوم جينا نديرو شي دوارة بالفي تي تي ونديرو شوية على الجو برو. فهاهي الفي تي تي روك رايدر 520 اس. هادي هي الصمطة اللي كنت خديت الاخرى ديال الجو برو ديال الصدر، كتخدم بها في لي زافونتور وخصوصا بيكالا بزاف، كنخدم بها بزاف انا في بيكالا. ضرني عينيا كيبانو مدمعين، شي مع هاد الغبرة شي حاجه طاحت لي في عينيا ودارني عيني. ما علينا، كيما دوينا ديك الخطره على الصمطه في داك فليم بوكسين، كدويت على البوزيسيون كيفاش كتركب الصمطه. كيما كتشوفوا معايا انا دابا مركبه في البوزيسيون، هاد البوزيسيون هي دابا بيكار شو اللي دابا بيكار شي نحلها شويه. حتى دابا ملي كتحضر في البيكار بحال خاصني نقعد بحال باش تصور لونغر، يصور نيشان يصور نيشان. زيد تحضرت هكا كندير ليها بحال، اما درتي ملي كتقاد بحال كتولي كتشوف في السما. شوف الا بدات كتشوف في السما راه ما تبقى تصور كويس. هادشي علاش كنديرو حنا هاد اللعيبه صحاب البيكالات كيديرو من الفوق هاد البياسه باش يلاه كتقاد ملي كتعوج الصدر ديالك بحال راك مشات في الكيد ودار البيكالا بحال يلاه كتقاد هاد لونغل ديال الكاميرا ماشي شي جنب ديال. ملي كتكون هادي باغي تخدم كتصور بحالك بحالي انا واقف بحالك شي افونتير ولا غادي كدور كتفلوغي بديك البي او في بوزيشن اوف فيو، فكتقلبها كديرها غير عاديه. هادي كتكون من التحت، قلت لكم ديك الخطره كتكون هادي راكبه من التحت صافي، كتبقى الكاميرا بحالك عاديه سامبل بحال بحال البوزيشن. شو كتبقى في هاد البوزيشن عادي بحال هكا. اليوم غندير واحد الفيديو صغير وغندوي على لي زونغل اللي كاينين في الجو برو بالنسبه ملي كتخدم بالبيكالا. غادي نستعن بالتليفون، عرفتي الجو زوين والله الا واعر، عشان انا خرجت لهم بالبيكالا بغيت نشوف هاد الجو هذا بما لحق هاد الثلاثه غادا تكون الشتا ممكن وقع هادشي اللي ذاكر في النقص. ما علينا نرجعو للموضوع. غادي دابا انا مكونيكتي الجو برو، نخلي البلوتوث ديالها شاعل وغنشعلها وبقى نكونيكتيها مع لابليكاسيون ديال كيك وغنبدل هذوك لي مود ديال اليفي. واش لينيير عاديه ما كاينش هذاك الديستورشن وداك الفيش اي كتبان العوجيه وداكشي كيكونش لونغل كبير. ندير الوايد مود ديال الوايد، انا كنخدم بالكاميرا اون اونغلي، ندير الوايد كيكون شويه واسع. كاينه ثاني السوبر فيو كيكون شويه واسع كيبين بزاف، وغنديروا الهايبر فيو غنجربوا كاع لي مود وغنشوفهم كيفاش دايرين. غنصورو بال 4K 60 ايماج بار سكوند، والريكلاجات الاخرين راه كيختلفوا صافي اتفقنا. فهذا هو تيست ديال اليوم. الجو راه زوين تقريبا اليوم واعر، ولكن كاين جو عاصفي الشتا. انا دابا دخلت للتليفون اكتيفيت البلوتوث الواي فاي جي بي اس، بالنسبه للناس اللي عندهم جو برو 11 ولا 10 12 مي فيها جي بي اس. غادي ندخل لابليكاسيون، ندخل لابليكاسيون كويك ديال جو برو ياك، ونجيو الكاميرا جو برو. ها هي كاميرا تخوفي شو طالع دابا تكونيكتاش. شوف اول حاجه غنجي ليها بعدا غنفورماتي الكارت ميموار، ندخل للريكلاج شوف كارت اس دي اي داكشي في كارت ميموار تمسح.
بارامتر هنا شيم هنا غنديرو برو دي بي غنديرو ال في فوندور دو دو بيش ديال لي كولور غنديرو 10 بيش مود اوبجيكتيف هذا هو الاوبجيكتيف اللي غادي ناخذ ان شاء الله هذا الاوبجيكتيف ماكس بجوج جاي في الطريق ان شاء الله واعر دابا تعرفوا عليه شي حوايج ملي غناخذو كي كابتشر كن اكتيفيوها لونغ خلي بلونغلي اغيت اوتوماتيك 5 مينوت بري ريغلاج بار ديفو بيب موين كاين اوتمو كله مشي عليه البولات ال سي دي 50% كولور ديالها اورينتاسيون كيفاش تقلب كاميرا عاديه تو لونغ ايكونومي تا 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 تا, تا. كلشي هو هذاك دابا ما نحتاجوش الريغلاج ديالها غادي نشوف البريميوم كاميرا غندخلو لهنا هاي بروفيل اللي غنصورو بيه غنصورو بستوندار فورما 16:9 ريزوليسيون بال 4K ايماج بار سكوند غنصورو ب 60 هايبر سموث اكتيفي ديال الثبات باش ما يكونش زازع ديري با دو ليميت ما يكونش اليمينيتيا كتصور حتى توقف انت بوحدك كومبوزر غنديرو 0.5 ايزو مينيموم 100 ايزو ماكسيموم غنديرو 400 اليوم كاين جون ضل غنديرو 400 حنا كاع نشوفو كيفاش غيخرج بالونس كولور اوتوماتيك نيتي موين هذه هي الشاربنس كولور نخليو ناتوريل اوديو راه ما نديرو فيه والو نديرو اكتيفي ديال البرد ميديا مود غنديرو كاميرا كاين كاميرا ماي كاين باك فرونت كاين افون اي اغير نخليو افون اي اغير صافي تسمع بجميع النواحي صافي هادشي اللي كاين هنايا لوبجيكتيف هو اللي غنجربو دابا اول حاجه غنجربو هاد لينيير افيك فيروياج دو لوريزون غنجربو هادي الاولى من بعد دابا انا وريتكم الفيديو كيفاش درت ولكن من بعد ما نبقاش نعاود هاد الخطوات دابا غنجربو هاد المود هذا لينيير افيك هوريزون شوف لينيير افيك فيروياج دو لوريزون كيتسد ما كتبقاش كاميرا الدور وغنجربو من بعد لينير ونجربو لارج ونجربو سوبر فيو ونجربو هايبر فيو كل في اللي غناكتيفي غتعطيكم كيفاش كتشوف الكاميرا دابا حنا غنجربو الاول الاخرين ما غاديش نبقى نوريهم غادي نقول لكم غير اشنو المود اللي عاوتاني درت ليه فهمتي باش ما نبقاوش نعاودو هادشي غناكتيفيو لا بريسي باش يبين لينا الكاميرا شنو كتصور دابا ونقادو لونغل ديال الكاميرا شو هالكاميرا شنو كتبين دابا شو هذا هو المود اللي كتبين الكاميرا دابا الا بغيتي تقاد طلع الفوق تهبط لتحت تدور الكاميرا فهمتوا الكاميرا هنا غادي تحل هذيك البوطون ديال فيكساسيون وطلع بها كيف ما بغيتي شو هذه بوزيسيون ديال دابا هذه راه مصوره غير باللينيير شو هذه لينيير مود ديال لينيير غادي نجربو دابا شي بوزيسيون لينيير بوحدو شوفو دابا كيفاش داير هادي بحال الاخر غادي نجربو لوبجيكتيف ديال لارج بزاف غادي نجربو دابا المود ديال هايبر فيو اللي هو اخر
لا بريسي شوفوا الهايبر فيو شحال باين، شوف شحال كتصور كيبان اتساع بزاف. شوف هادو هما لي مود لي زوينين في البيكالا. عندك احسن لي مود لي زوينين في البيكالا هما لارج سوبر فيو والهايبر فيو. انا كتعجبني بزاف هاد السوبر فيو، هادو هما المود لي كيعجبني انا بزاف والسوبر فيو. شوف هادو باغي فلوغي ولا شي حاجه بالكاميرا، باش ما كتعطيش داك لونغل ديال الفيش اي عوج كيبان كلشي عواج وداك الشيء. هذيك اللي كيقولوا لهم بعيد السماء كان فيش اي. اللي باغي يصور حاجه اخرى يحاول يبين مجال اكبر او سعيد لارج. اللي باغي يركب فوق البيكالا ولا يحاول يبين الماكسيموم قدامه فيدير سوبر فيو ولا الهايبر. دابا حنا غادي نجربوا السوبر فيو، نجربوا في الكاميرا دابا هشام نديرو بها طويل. يلا على بعض. شوف السوبر فيو من وراها اخر وحده هي الهايبر فيو. هاد الهايبر فيو خرجت غير مؤخرا في الكاميرات الاخرين، كنظن 11 و 12 ولا ما عرفت غير 12 ما عقلتش بالضبط. غبره اليوم زوينه، كاين واحد الجو خطير. الطريق اللي جيت معاها غادي نعاود نرجع معاها بالبوزيسيون ديال الهايبر فيو. دابا كنصورو بسوبر فيو، غادي نعاودو نرجعو نصورو بالهايبر فيو باش تشوفو المقارنة ما بين لي في. نحبسو هنا اوب اكتيفينا دابا المود ديال الهايبر فيو وغادي نعاودو نرجعو معاه. دابا قبيله السوبر فيو دابا غنديرو الهايبر فيو، هو اوسع مود في الجو برو يمكن لك تصور به، يشد لك مساحه شاسعه وفي كبيره على بركه الله. عرفتي على اصوات ديال الفريخات في الغابه. انا راه مركب الميديا مود على قبل البرد،
ومأكتيفي المود ديال الفون ديري أكتيفي ماشي أوتو كاين البرد بزاف. دابا كما كتشوفوا معايا راه هو هذا هو المود ديال الهايبر فيو اخر مود في الجوبرو. كيشد لونغل واسع الخضورية كديرة في الغابة تبارك الله داكشي واعر. اوب فهذا هو المود ديال الهايبر فيو. كما قلت لكم فملي كتكون دير البيكالا ولا الدراجة الهوائية الدراجة الجبلية جميع انواع البيكالات فالكاميرا كدير بالمقلوب. شوف الكاميرا ما وقفاش دابا نيشان راه بالمقلوب شوف كتشوف لتحت. ولكن الا كنتي غدير داكشي ديال لي زافونتور كتمشي كتمشي على رجليك بغيتي تصور شي حاجه الصيد بالقصبة الصيد اون جينيرال بزاف ديال لي بوزيسيون الصيد تجي فيهم هادي فيمكن لك الكاميرا كتقلبها كديرها في البوزيسيون ديالها العاديه كتقلبها كدورها يعني كتجي عاديه. انا نعطيكم دابا المثال كيفاش داير باش تشوفوا شنو بغيت نقول. كيف ما قلت هذه البوزيسيون ديال انك واقف على عادي بحال كواقف وبغيت فلوغي بالكاميرا بحال كراك كنديروا لها بحال هذا الشكل هذا كتركب واقفه بحال بحالك مش ملي كتبقى تدور ولا كدير عاديه ديال الفلوغ كتفلوغي فيها بحالك عادي ماشي بحال البيكالا كنديروا هاد البياسه البياسه كتجي من الفوق كنقلبوا هادي كندورها الفوق وكتجي الكاميرا مدليه مقلوبه بحال العكس هابطه من التحت بحال فهمت. هادي هي الطريقه اللي دويت عليها انا هادي هي البوزيسيون اللي دويت عليها انا شو هادي هي البوزيسيون بحال بهاد الطريقه شو دابا غنخش تركب فوق البيكال كان فلوغي بحالك غادي بها بحالك عادي كتكون الكاميرا كتصور بهاد البوزيسيون وكتقاد كيف ما بغيت. شوف البوزيسيون كيفاش دايره هادي هي البوزيسيون ديال ملي كتكون واقف على رجليك ولا كدير شي رياضه ولا تريب ولا كتسلق في طالع في جبال في شي حاجه في اي حاجه. هاي دوزات 5 دقائق ما كتريكورديش طفات راسها ملي قلع على 5 دقائق باش مابقاش تضيع البطاريه. هادي هي البوزيسيون اللي دويت عليها بهاد الطريقة بحال هكا راك كتفلوغي دير بأي نشاط تريب تسلق تزلوج تا هو كيخدم بهادي ديال السكي كيخدم بحال هكا تا البيكالا تقدر تخدم بحال هكا ولكن ملي كتكون راكب بحال هكا بالنسبة لدوك اللي كيديرو البيكالا ديال الدراجات الجبلية داكشي ديال الأونديرو بزاف الرياضات الأخرى من غير في تي تي عادي كيكونو محدولين بحال هكا ديك البوزيسيون خص الكاميرا ضروري تعوج ديرها في ديك البوزيسيون ديال الفير كتقلبها. المهم علينا حنا دابا سالينا من البيكالا من هاد الوضعيه ديال هاد الصمطه هادي سالينا معها وضحنا كل شيء. فهذه هي الوضعيه اللي دويت عليها انا دابا ديال بحال هكا انا غادي عادي ها بي او في بوزيشن اوف فيو بحال هكا بهاد الطريقه شوف دابا دير الهايبر فيو يمكن لك تعزل المود اللي بغيتي لينيير لينيير ولا لينيير فيرويي مسدود باش الكاميرا ما تدورش هوك ولا هوك
دير لارج، دير هايبر فيو، سوبر فيو، اللي بغيتي. فانا دابا خدام بالهايبر فيو، شوف شحال كيبان ديال الاتساع، كتبان الغابه كامله. ها البيكالا ديالي، الا لاحظتوا غيبان واحد العويجاج في الرويد، حيت دابا كاميرا كتصور وكتشتت هذاك لونغل باش يصور اوسع ما يكون. وكاين واحد العدسه كتباع ديال الجو برو، خرجت الجو برو 12 اللي هي الماكس لينس مود فيرسيون 2 كتركب فيها، رانا مكومونديها غتجي ان شاء الله، وغتشوفوا شحال ديال لونغل غادي يولي واسع، غيولي واسع اكثر من هكا، كتولي ستابيليزاسيون اكثر، ستابيليزاسيون كثيره. بيكارا والو ما كتزعزعش، واخا تكون غادي في الحجر كتنقز ماش كدير، الهوريزون كيتسد والستابيليزاسيون ماكس بحال ديال الجو برو ماكس. شوف المهم هذه هي البوزيسيون اللي كداوي عليها دابا، هذه هي البوزيسيون شاي لاصقه في الصدر واقفه على اساس انك تفلوغي، كدير شي عمل، كدير تقدر تكون كدير شي تيتوريال شي حاجه، شي انبوكسين، شي حاجه بحال كتخدم بها بحال كتشوف كلشي، خدامه صالحه لاي حاجه. كاينه عندنا البوزيسيون ديال الخوذه ديال الكاسك، كاينه عندي بوزيسيون كندير هنا، كاينه هاد البوزيسيون ديال اللور. شوف كيفاش مصاوبه، هاي واش كتبان لكم مزيان هاد البوزيسيون، كيتشد مع الكاسك وكيبان واحد الصوره زوينه بحال مركب شي كاميرا 360 كتبقى الدور. عرفتي دابا مع مركب الميديا مود والكاميرا ترى كنحس براسي ثقيل كيلعب. المهم هادي البوزيسيون ديال هاد ديال الخوذه، حتى هي كتريكلها من لابليكاسيون، تاكتيفي لابليكاسيون تشوف راسك شنو كدير وتريكل على حساب العبار اللي بغيتي دير. تدخل لابليكاسيون ودير تاكتيفي الابريسي مو ديريكت مباشره، وكتشوف فين بغيت ندور، ندور هكا، ندور هكا، نهبطها شويه الفوق، نهبطها لتحت. فانا غندير على حتى هي فيديو دابا، غنجربوا البوزيسيون ديالها، من بعد عاد غادي نتحولوا للبوزيسيون ديال الفلوغ ولا ديال العصا تري واي، كيفاش شدها تخدم بها حتى هي، حتى هي غادي ندوزوها اليوم. انا غادي ندخل ثاني الكاميرا لابليكاسيون غنوريكم، غنكتيفي لا بريسي، شوفوا شنو كيبان. شوف ها دابا نقدر ندور الكاميرا كيما بغيت، بغيت نطلع بحالك هاي فوق من راسي كتبين، بغيت ندير لها، بغيت نزيد نبين الكاسك كامل هو العصا بحال البوزيسيون ديال شي كاميرا 360. شوف ها كيبان الراس ديالي، وانا غادي نسايق كيبان الشكاره والظهر. شوف هي زوينه هاد البوزيسيون خصوصا اللي درتيها مع الهايبر فيو كتبان واعر. انا غنركب فوق الديكالا وغنوريكم ها، شوف كتبان بحال شي كاميرا 360، هي راه ماشي 360 ها كيبان بزاف ديال لي بوزيسيون. كنبقى نختار عمر راسي وكنقيد هاد العصا، عمري مشي واحد داير انا بحال هاد، قليل اللي كيدير ها. نزيد نبين دابا هادي كتبان، حيت ماشي كاميرا 360 غادي ما تبقاش باين هذيك العصا، ولا اختراع من عندي كنت كنديرو انا. شوف عندي ليها بحالك كاع ماكسيموم بحالك، نبقى نصور بهاد الطريقه هادي بحالك، من بعد نزيد القدام شويه، المهم نصورو بهاد الطريقه هادي بحالك ونشوف كيفاش غادا تجي. هنا دابا كنصورو بالبوزيسيون ديال الكاس كما كتشوفوا معايا، كتبين بزاف زوينه حتى في هذيك اللعيبه ديال الكاس كيبقى يدور. كيما دورت الكاس غنصور شي زوين هادي بالنسبة علاش حسن من البوزيسيون ديال الصدر، بحال دابا في الصدر كتشوف غير قدامك غادي نيشان، ولكن إلا بغيت ندور هاك تشوف شي لقطة أخرى ولا شي حاجة مغاداش دور معايا الكاميرا، حيت كيف في الصدر العكس ديال الراس كله كيدور، شو الراس كيدور كيما بغيت. تا يمكن لك دير فيها لينير ولا دير فيها لارج ولا الهايبر فيو سوبر فيو، هي احسن حاجه دير فيها الهايبر فيو زوينه تبانو ليديك
تبان لك البوزيسيون ديال الدور هوك هوك كي راه كاميرا متقله لي على راسي مع الميديا موت كتحس بالراس طيب قليل غيوريكم بحال هاد بحال هاد المحتوى ديال الجو برو ديال السيكارا وغتبقاو بالعربيه قليل اغلبيه لي زونغلي ولي زوروبيان الدول الاخرين هما اللي مهتمين بهذا الشيء بزاف الناس كيبغيو يديروا هذه الرياضات ولكن ما عندهمش لغه ما كيستافدش بزاف بحال كيما غندوي مع انا بالدارجه بامكاني ندير هذا الشيء بالعربيه كاع ندير قناه بالعربيه ولي نصاوب فيديوهات به بالدارجه وبالعربيه شي الغابه اليوم كيفاش دايره واعر لكن الجالي من ذي عامر بزنازة هذا الشيش ما ليش مفضل تمينهم من بعد مرحبا بكم قاعد في الفيديو اللي اهلا قاعد في الفيديو كتبه لي كتبه اي حاجه بغيت دابا المدينه نسافر فيها غتشوفها ما غاديش تسكن فيها غتمشي لا ترى البرد كيرجعني بزاف باش كنمشي باقي الوقت ديال الفطور اليوم شحال منها كنوريكم شي حوايج على البيكارا كنستافدو منها لونطريما وكنشوفو الجو كيفاش داير كلشي كلشي منها تيتوريال ومنها استفادة ومنها دايره هاد الشجره كتعجبني هادي هاي واعر ديما كنجي هنا واعر هاد الشجره اخباركم باغي نديرو واحد التحدي غادي ندخل الغابه بالليل غنصور فيها بالليل بالبيل وبالميديا مود وبداك الفلاش غادي نصور فيها بالليل شد الشتا باقي ما جاتش يمكن تبقى حتى العشيه يمكن باقي ما جاتش اوب سالينا من هاد البوزيسيون ديال الكاسك ايوا سيدي دابا حنا غندويو على التريوي هذيك البواني اللي تخديت لي فيها ثلاثه الحوايج فيها بواني وفيها تريبي عند رجيله ثلاثه كتحط عليهم الا بغيتي تفلوكي وفيها برات طويله بغينا نقولوا ستيك سيلفي ستيك ولا غريب طويله فهادو هما لي بوزيسيون ديالها قلت لك بحال كتفلوكي بهذه الطريقه انا كنفلوكي بها دابا بحال ملي كنبغيو نفلوكي وكندور المود ديال لينير هو احسن مود باش يكون بحال التليفون محكم قاد كتشوف غير انت بوزيسيوني عليك غير انت كنتي بغيتي دير شي مود اخر
تبين اكبر مساحه ولا شي حاجه كدير دوك لي مود الاخرين لارج ولا الهاي سوبر فيو ولا الهايبر فيو. هادشي اللي كاين. دابا انا اللي كنت باغي ندير فلوغ، غادي نفلوغي سيغ سيت طابل، غادي نبرك في هاد الطابله وباغي نفلوغي. فدابا راه كندير انا كنبدا تريبي شو هاي رجع تريبي تريبي صغيور هاي كيما كتشوف شو تريبي مقاودة معايا وغادي نفلوغي شو وغادي نفلوغي. هادي هي الطريقة، ميكروفون عندك تخدم ملي تكون تفلوغي، خدم غير هذا ديال القدام فرونت الباك هو اللور ولا فرونت اند باك بجوج، هو تيمشد جميع الاصوات المحيطه بك وجميع كلشي. شعلة برد كيدير في الغابه جاي شي جو عاصف ان شاء الله. انا كنحاول نسجل وندير فيديو ما تبدا الشا، قال كاين شرع هذا اليوم مع الثلاثه ما عرفتش بصح ولا لا ولا غادي يكون عندنا في هذه المنطقه ما علينا. فهذه هي البوزيسيون ديال انك غادي تفلوغي وتهضر بها بحالك مع الكاميرا تريح ستابل. ملي تكون الكاميرا ستابل محطوطه بحال دابا في هذه البلاصه ما ثابته ما كتزعزعش، من الاحسن ديزاكتيفيو ستابيليزاسيون، هذه مهمه. كديزاكتيفي ستابيليزاسيون كيتحيد هذاك الكروب، كيتعاود تزيد تكبر هي الفيديو كثار من اللي كانت عليه وصافي، والفيديو كيجي مزيان وما كيبقاش ياخذ لك من الاطار الحجم كامل. شوف هادي البوزيسيون ديال ها هي دابا ويلا وريناكم ان بواني ديال الفلوغ. دابا ان تريبي وكاين عندها بوزيسيون اخرى كشعر من هادي انا لوريكم، يمكن لكم تعلوه بهذه الطريقه هادي. شوف هاي شوف الطريقه اللي يمكن لك تعليها بها بهذه الطريقه هادي. شوف بحال هكذا وتخدم بها بهذه الطريقه اكثر من الاخرى كاع هي عاليه. يمكن لك توقفها كاع لو بغيتي توقف نيشان، توقف نيشان طول ما تبقاش بحال المثلث، توقف بها طول. شو هاهي وقفها طول لكن مع البرد ما خدامش، مع الجو برو ثقيله كيضرب لها البرد في ليكرو الكاميرا كتبغي طيح. شو بوزيسيون كيفاش داير، كاين بزاف ديال البوزيسيون اللي تقدر تخدم بهم. يمكن لك تخدم بها بهاد البوزيسيون هادي بحال هكا. شو الا تنيتيها من الوسط بعض المرات ما كتبقاش تبان هي في الجو برو العصا كامله، كتولي شاده غير انت في لي فوتو في لي فيديو على حساب المود كيفاش داير، واش لينير ولا لارج. المهم تخدم بها بحال اما تطولها طول تجيني شان طويله ولا تقدر تخدم بها عوجه بحال هكا الجو برو طفات 5 دقائق. هادشي على جو كيداير اليوم في الغابة واعر ديال البرصة. شو بوزيسيون لي كندوي عليها هي بحال دابا. أنا كنريكوردي وأنا شاد جو برو تري واي كوم أن سيلفي ستيك. شو تحاول تشد بها كاع داكشي لي بغيتي، دير الموديل الهايبر فيو غيبين ليا حتى البيكالا شاي. شو تقدر تبدا تحول بها من اليد لليد، كدوي مع الكاميرا وفي نفس الوقت تقول دير اللي بغيتي. الا كنتي غادي تسوق بيد وحده هوب انا غنتقلب للجهه اخرى. شو نصيحه ديما الكوبرو ما تكونش كونتر سولي، ديما تكون في الجهه بحال كلين فيها الشمس بحال الشمس من ليه، ديما تصور بحال هكذا ما تصورش ضد الشمس. حمام طوبي ديال الغابة في نهار غنجي ليه وغنجيب ليه الجبال. شوف شحال كيبان في الفيه لو ماكسيموم بالهايبر فيو
بصراحه هذه الهايبر فيو كتعجبني. اش بيه لو ماكسيمو جوار هاد الغابه. نحاول نطلع الفوق نشوف شنو كاين الفوق. البرياج ستابيليزاسيون غتكون مزيانه، مازال راه داير غير مود ستابيليزاسيون غير اكتيف، ما دايرش البوست. بوست اوتو، في البوست اوتو كيبقاش تزعزع كاع مرة مع هاد الهايبر سموث 6 اللي كاين في الجو. احسن حاجه هي لونطريبه في الغابه، ترى ما عطش الصباح انا كنت زريط ما عطش الريحه ديال الشجار وديال ترى واحد الديكور واعر. والله ما عطش بالله. شو لهي شنو كيبان الدنيا كي دايره. غادي نهبط لتحت لهاديك الجهه لتحت، غادي ندير الصمطه ديال بيكالا وغادي نهبط. فهي الصراحة ديك البوزيسيون كتبغي البوزيسيون ديال الكاسك باش يبان الجبال وكلشي، فين ما ندور راسي تبان. غندير بوزيسيون ديال الكاسك واقيلا وغادي نهبط. توحشت هاديك البوزيسيون ديال الكاسك زوين. غنوقف هنا على بركة الله. اهلا خيري لحظتك احمر لحظتك. لا تقولي شنو كدير شافي بين كل شيء اللي بغيتي تشوفي غتشوفي هنا. هاكو دابا نديرو ديك البلاصة مزيان. ام تي بي كي داير نزيدو شوية لا فيتاس. هوب 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 الرملة كتغتعب بيا.
هي ديما خاصك تحلي مع الكاميرا لا تضرب شي شجره ولا شي حاجه اللي كتكون فوق الكاس فريسك شويه. تحت غابة فينا الحلو هنا في كاين المغارة داك الحبس اللي تحت الأرض بحال في واحد الضبابة الدنيا اختار في ديك الخطرة فاش كنا صورنا بالجباد فيديو تما كانت باقا ناقصة خضورية دابا راه شوية قضية خضراء الدنيا خضراء تبارك الله جو عاصفي كيكون جيت معايا لومة الجبات ديتو للغابة ضربني الحمام الطوبي هذاك اللي كيقولوا لي أزطوط الدنيا كتبان مضبة الغابة اللي كنا فيها راه هي ديك اللي الفوق دابا خليناها الفوق شوف بعد فوق نوار هذا بدا الغابة في الجزيرة واه دابا هنا ما بقاش برد تحرك بزاف العكس ديال الفوق شو الشجر الفوق غاتسمعو في الميديا مور اسمع الشجر كيغوت بالبرد قال
دابا الكاميرا واش باقا لاصقه في بلاصتها. الروايت هما مقفلين بزاف وشحال كيطرقبو. تعجبنا هاديك سيسبونسيون باش كدير بس بس. الدنيا خضراء. دور يوال هنا هذه خطرة فيش في لعبنا بالجبال طائر العقعق ما كاينش اليوم غابة جاي برد وقت هو جبد كلب وجد زروادة تبارك في الشجر الخذول البرد واحد الشومبر اير الشومبر اير بالعربية قال لور كما كنحط فيه كذا كنلقاه ناقصة خصني نعاود نقفله خاصني نحل الرويدة ونصوب شي بياسة ولا نبدل الشومبر اير كاع نركب واحد جديد والاخر خليتها نصوبو على خاطر هنا كاين البرد بزاف فايش كانت مبيضر كان الشجر هو اللي كان ضرك كان حاميني شو البوزيسيون شو البوزيسيون اوف فيو هايبر فيو كيفاش كتوري دابا مع الكاس شو 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 الغابة فينا هي هي اللي كنت فيها قبيلة لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك والبارتاج باش يبقى ديما يوصلكم الجديد الجو باقي ما تبدلش باقي عادي كاين البرد بزاف ولكن باقي ما كاين لا الشتا لا والو يمكن العشية تكون شي شتا صافي انا ساليت الجولة ديالي صورنا درنا شفنا مناظر زوينة جبنا النهار دابا راه العصر دخلوا نصليو ان شاء الله شو تبارك الله الشيخين غايت راي شحال الجو كيدير شو السحاب كيدير في الجبال هاكل قدام ممكن يكون شرع عاد وشا اليوم هادوك المناطق هنا باقي ما كاين والو هاد الجو هذا كيعجبني واعر صراحة كيف ساليت غندير شي تايم لابس بالكاميرا بصور البوزيسيون ديال السحاب وداكشي كيدوز مع البرد كاد غادي يكون واعر